سؤال، هل الأهلي قرب من إنه ينهي أزمة كهرباء؟ ده سؤال. طيب إيه الجديد في ملف الصفقات ما بين القطبين الكبيرين؟ معانا على التليفون ناقدنا الرياضي الكبير محمد عراقي، أهلا بيك. زيوت أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدينك. عمار المتألق كالعادة. أنت المتألق، قول لي أخبار كهرباء إيه وأزمة كهرباء إيه؟ يعني طبعا كهرباء يعني كلام كتير، طبعا بقالنا فترة طويلة تقريبا من ساعة العقوبة اللي اتفرضت عليه بإيقافه وتغريمه 2 مليون دولار، وان هو ما يقدرش يلعب الموسم الجديد غير لما يدفع الغرامة ديت. طبعا غرامة كبيرة، غرامة يعني تقترب من حوالي اكتر من 45 مليون جنيه، فبالتالي مشكلة اكيد سواء كهرباء اللي هيدفعها او النادي الاهلي يساعد معايا، ولكن يبقى الرقم رقم كبير. الوضع ايه؟ الوضع ان العقد بين كهرباء وبين النادي الاهلي لا ينص على ان الاهلي يدفع معاه اي حاجة خالص. يعني المفروض الغرامة الموقعة دي موقعة على كهرباء بس، وده الاتفاق حتى من زمان جدا من ساعه لما انتقل للنادي الاهلي، وده طبعا صعب الامر الفتره اللي فاتت، مش عشان الاهلي مش عايز يساعده، لا عشان مفيش بند صريح يدي الاهلي الحق ان هو يساعده. زي ما حضرتك عارف النادي الاهلي او الانديه اللي هي تعتبر انديه يعني حكوميه، يعني انديه مش خاصه طبعاً. فانا النهارده ما اقدرش اطلع اي رقم غير ب يعني بسبب او بصيغه قانونيه. النهارده الغرامه على كهرباء، ليه كنادي اهلي ادفع اي فلوس؟ فبالتالي هو ده كان المشكلة، وطبعا الرقم على كهرباء لوحده رقم كبير. الأهلي كمان كان عنده مشكلة كبيرة، مش عارف هيعمل ايه مع كهرباء، هل كهرباء هيكمل، هل كهرباء هيطلع إعارة، هل كهرباء هيتم بيعه نهائيا، خصوصا ان هو فترة إعارته الخارجية ما كانتش على افضل شكل، والأهلي كمان غير المدير الفني. يمكن من حظ كهرباء الحلو ان موسيماني رحل ومش متواجد في النادي، لان هو كان بالنسبة له كهرباء خيار بعيد جدا جدا جدا، وانا باكد لك لو كان موسيماني هو اللي موجود على راس الجهاز الفني النادي الاهلي دلوقتي ما كانتش المشكله هتتحل، ولكن جه سواريش وسواريش رحل، وجه كولر دلوقتي الراجل لسه منفتح على كل اللعيبه واكد ان هو عايز يشوف كل اللعيبه بما فيهم كهربا، وبالتالي اداره النادي الاهلي ابتدت خد القرار ان كهربا يرجع التدريبات في اتفاق مبدئي. اتفاق مبدئي طبعا ده هيكون بموافقه كولر ان الراجل يجدد، هو طبعا عقده فاضله سنتين، هيمد عليهم سنتين كمان لحد تقريبا 2025، عشان هيبتدي يتم خصم اجزاء من فلوسه. يعني هندي مثال، احنا ما بنحبش نتكلم في فلوس اللعيبه، بس ندي مثال في الفلوس، لو كهربا بياخد مثلا 8 مليون في السنه هيتم خصم 4 مليون مثلا على مجموع السنين، الاهلي مثلا يوفر حوالي 16 مليون 17 مليون من قيمه العقوبه ويديهم لكهربا، وهو يدفع الباقي طبعا من جيبه على اساس يدفع العقوبه بتاعته ويتم قيده في الموسم الجديد في النادي الاهلي، في حاله طبعا ان كولر يكون حابب ان هو يكمل، والاقرب دلوقتي ان كهربا هيكمل لان في اقتناع فني بكهربا من الاداره الفنيه للنادي، وكمان كولر يمكن ابدا بشكل مبدئي، يعني عايزين برضو نقول بشكل مبدئي ان هو الراجل يكون متواجد بشرط طبعا الالتزام وبشرط ان هو يعني يقدم افضل ما مما يملك الفتره اللي جايه. ولكن مشكله كهرباء اللي انا باكده لك يا يوسف ان الاهلي مش هيسيب كهرباء في كل الاحوال، والغرامه حتى لو كهرباء حتى ودي نسبه ضئيله هيخرج سواء للاعاره او البيع، الاهلي هيساهم بجزء كبير من الغرامه الموقعه على كهرباء. بس احنا بنقول ده في وضع انه هناك فرضيه ان كولر يبقى عاوز يكمل بكهرباء، لكن لو وضعنا فرضيه اخرى ان كولر قرر انه انا مش عايز كهرباء، في الحالة دي هل النادي هيبيع كهربا؟ ولو اتباع هل النادي الجديد وارد انه يقول في ان احنا ندفع الفلوس بتاعة العقوبة فوق التعاقد؟ مفيش نادي هيفكر يستعير كهربا او يشتريه قبل ما الموضوع ده يخلص. انا النهاردة ليه احط نفسي في موضع زي ده؟ فخلينا كده متفقين ومتاكدين ان سواء نادي خارجي او داخلي عمره ما يفكر في كهرباء غير لما يلاقي العقوبه دي خالصه مخلصه، يعني مستحيل ان نادي يقدم على خطوه زي دي ويبقى عارف ان لعيب عليه غرامه 2 مليون دولار ويقدم ان هو يعمل كده. فبالتالي الاهلي وكهرباء فاهمين الموضوع، فاهمين ان عمر كهرباء ما هيعمل اي خطوه سواء حتى لو خدوا قرار باعارته او بيعه غير لما الموضوع ده يخلص. فبالتالي الحل هيبقى ايه؟ الحل هيبقى زي ما قلت لك حاجه من الاثنين، وده الحل الاقرب ان كهربا هيجدد وهيمد عقده، فبالتالي هيتم خصم اجزاء من مستحقاته السنويه او قيمه عقده السنوي، ده خلاص في حاله استمراره. في حاله اتخاذ قرار باعارته او ببيعه هيتم يعني تخصيص جزء من قيمه الاعاره دي او من قيمه البيع لكهربا عشان يحل مشكلته، يعني في كل زي ما حضرتك قلت ان ممكن النادي اللي جاي يشتريه يدفع جزء من الغرامه، ولكن الاتجاه لحد دلوقتي اللي هو يتعدى 80% ان كهربا هيتم قيده في الاهلي الموسم الجديد وهيكون لعيب في الاهلي في الموسم الجديد، فبالتالي الاهلي هيدفع الغرامه من قيمه عقد كهربا في المواسم اللي جايه. طيب بما ان
احنا بنتكلم على تعاقدات كهرباء من استمراريته مع الاهلي او اذا كان هيتم اعارته او بيعه، يبقى بنفتح ملف الصفقات. ابرز الصفقات المرشحه للموسم الجديد ايه؟ في الناديين بقى اهلي وزمالك. احنا كنا بنتكلم من فتره يوسف معاك وقلت لك ان شادي حسين هيكون اول صفقات الاهلي، والحمد لله فعلا الاهلي اعلن بشكل رسمي ان شادي حسين اول صفقه. خلاص النهارده كمان اعلنوا عن البرازيلي سافيو القادم من الدوري البوليفي، ده ثاني صفقه. انا بقى بقول لك يعني ده اللي جاي ان شاء الله، عشان لما اكلمك المكالمه اللي جايه نكون متكلمين في الصفقات دي. ميسي سيراميكا، ميسي سيراميكا مش ميسي الاتحاد، عشان في اثنين ميسي، واحد ميسي سيراميكا وميسي الاتحاد. لا، ميسي سيراميكا هيكون ثالث صفقات الاهلي، ده لسه ما اتعلنتش، بس انا بقول لك ان شاء الله اللي هيحصل يعني. وكمان في لعيب فايز سليماني، اللعيب من جزر القمر، ده هيكون الصفقه الاجنبيه الثانيه، ده برده مرشح بقوه. ولو فيها هيبقى في صفقه خمسه، هيكون مصطفى شلبي لاعب انبي، احتمال واحتمال لا حسب الاتفاق مع اداره نادي انبي. ولكن دي خريطه صفقات الاهلي في الفتره الجايه. بالنسبه لخريطه الزمالك، مصطفى الزناني لاعب طلائع الجيش في الصوره، يعني هو الاقرب لحد دلوقتي. عمر جابر بشكل كبير قريب جدا. احمد ايمن منصور في محاولات طبعا لابتعادته من نادي طلائع الجيش. دول عمرو السيتي طبعا ودونجا لتدعيم خط الوسط، دول برضو لعيبه مرشحه بقوه. والمفروض في لعيب اجنبي لسه اداره الزمالك يعني بتفكر، لسه بتشوف قصه اللعيب الاجنبي دي حسب اللعيبه الاجانب اللي عندهم. مين ابرز اللعيبه الاجانب المرشحين للزمالك؟ لا لسه يعني هو ما فيش استقرار قوي كده. كده الزمالك جاب زكريا الوردي وجاب ابراهيم نضاي، ولكن التركيز دلوقتي في الزمالك على اللعيبه المحليه اللي قلتهم لحضرتك يعني. يا مسهل، ربنا كريم ينفخ في صورتنا جميعا. اشكرك يا استاذ محمد، نورتنا وشرفتنا كما جرت العاده. ناقدنا الرياضي البارز محمد عرائي حول ازمه كهرباء وصفقات الزمالك والاهلي خلال الفتره الجاديه القادمه بعد بدايه او مع اقتراب الموسم الجديد. طيب.